يلا يا شبيرة، يلا يلا جول يلا جول يلا جول يلا جول. الله يا حدريف، فنيات معك يا تي غزوي، تي غزوي جول كورة فوز جول جول سفيان رحيمي، لمسة وتحضير، هي هي جول هي جول هي جول هي جول. هنا في الذي مضى ذكرتونا بذكريات الرجاء، ذكرتونا بذكريات الرجاء البرجاء. عادت الكرة المغربية سنة 2018 إلى توهجها على الساحة الإفريقية والعالمية، حيث شرف أسود الأطلس والأندية المغربية راية المغرب أحسن التشريف. ومع اقتراب حلول سنة 2019 دعونا نتذكر أهم الأحداث التي شهدتها هذه السنة. كان عام 2018 فال خير على الكرة الوطنية، حيث افتتح المنتخب المحلي بقيادة جمال سلامي الألقاب المغربية بتتويجه بلقب الشان في نسخته الخامسة، بعد أن اكتسح المنتخب النيجيري برباعية نظيفة في المباراة النهائية. أحرز الوداد الرياضي على لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، فوز على ضيفه تيبي المازيمبي من الكونغو الديمقراطية، واهتزت جنبات الملعب بعد إطلاق الحكم صافرة النهائي. اتحاد طنجة استطاع أن يدخل التاريخ بتتويجه لأول مرة بطل للدوري المغربي بعد بصمه على موسم استثنائي بقيادة الإطار الوطني إدريس المرابي. بعد غياب دام 20 سنة للمنتخب المغربي عن المونديال، استطاع أن يظهر مجددا بكأس العالم مطلع الصيف الماضي بروسيا، رغم وقوعه في مجموعة صعبة أطلق عليها اسم مجموعة الموت. ظهر أبناء الثعلب إغفيغوناغ بمستوى جيد، لكن الحظ لم يحالفهم من أجل المرور للدور الموالي. تمكن فريق النهضة البركانية لكرة القدم من التتويج بلقب كأس العرش لأول مرة في تاريخه، بحضور الأمير مولاي رشيد في اللقاء النهائي الذي انتصر فيه الفريق البركاني بركلة الترجيح على وداد فاس. تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 ليحتل أسود الأطلس صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ليليه الكاميرون ب8 نقاط، ثم جزر القمر ب5 نقاط، وأخيرا ملاوي ب4 نقاط. وكان آخر حدث تم إنجازه سنة 2018 هو تحليق النصر الرجاوي من جديد بإحرازه على لقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما انتصر على فيتا كلوب الكونغو